التوكه وجايب المقاش. انت جايب المقاشه ليه؟ شايف نفسك يا حبيبي. بصوا يا جماعه، مامي بتغسل لي رجلي، انا بحبها قوي يا جماعه، بحبها قوي. مقعده امها تغسل لها رجليها، وجوزها جاب المقشه وبيكنس الارض، وجوز امها اللي في مقام ابوها بيلم اللي حواليها ويروق الدنيا. ورغم كل الهجوم اللي حصل للبلوجر نانسي ياسر بعد التصرفات الغريبه الجريئه في كتب كتابها، الا انها مصره تمشي في نفس السكه ومش مدركه ان دورها جاي جاي. فيا ترى ازاي خلت امها تغسل لها رجليها؟ وليه الناس هجمتها بشكل كبير على الموضوع ده؟ وهل الشهرة السبب في كل ده؟ تعالوا مع بعض نعرف كل التفاصيل. الساعات اللي فاتت نشرت البلوجر نانسي ياسر كعادتها بتشارك الجمهور كل لحظاتها الحلوة والوحشة، وزي ما شاركت معاهم تجهيزات كتب الكتاب كان لازم تظهر معاهم وهي بتشطب الشقة وتروقها بعد اللي حصل فيها بعد الحفلة. لكن هي قالت ان اليوم كان حلو ووحش، اليوم كان متعب جدا، ووعدت الجمهور هتحكي له كل التفاصيل. المفاجأة بقى في الفيديو ان ظهر جوزها يوسف ومروحش بعد كتب الكتاب. مش هتصدق، قاعد بيعمل ايه؟ بيفك لها شعرها وبيساعدها في مسح الميك اب. وعملت نفسها قال يعني متفاجئه، وقالت له انت ماسك المقشه ليه؟ قال لها هكنس الارض. هنا عيونها قلبت قلوب وعرفت انها ماشيه في السكه الصح، وقالت له يا حبيبي. في الوقت ده نانسي كانت حاطه رجليها في ميه، وقالت انها باظت من فرهده اليوم وبقت مطينه خالص، لغايه ما امها جت ونزلت قدامها وقعدت تغسل لها رجليها وهي بتصور المنظر. نانسي قالت انا بحبها قوي يا جماعة، أنا مش عارفة بعد الفرح مامي مش هتشوفني تاني. طبعا جوز أمها مش هينفع فيديو يعدي من غير ما يظهر فيه. أمال يبقى بابي إزاي؟ ظهر وراها وهو بيلم باقي الجاتو والتورتة واللازم منه بتاع الحفلة وبيساعد باللي بيقدر عليه. الجمهور هاجم نانسي في التعليقات بشكل كبير على المنظر، وإزاي سايبة أمها تعمل كده؟ لا وكمان بتصورها وهي نزلت وبتغسل لها رجليها وتبدل الحال اللي المفروض هي اللي تقعد تحت رجلين امها. لكن الحقيقه ان نانسي وعيلتها بقالهم فتره متصدرين الترند بسبب تصرفاتهم الجريئه الغير اخلاقيه وهجوم كبير اتعرضوا له، ولكن هم عارفين ان دي ضريبه الشهره من بدايه ظهورها مع جوز امها وهو بيحضنها لحد ما سلمها لايد عريسها. كل اللي عملوه الفتره اللي فاتت في فيديوهاتهم على السوشيال ميديا ما يجيش حاجه جنب اللي حصل يوم كتب الكتاب، وزي ما يكون الهجوم اللي حصل عليهم كان دافع ليهم يكملوا حركاتهم وأفعالهم اللي أثارت الجدل على السوشيال ميديا. جوز أمها مجرد ما المأذون خلص كتب الكتاب حضنها وبقى بيعيط وهي تعيط وباسته كمان، ولأنها كمان بتعتبره زي أبوها باست إيده طبعا، ده غير إنه كان وكيلها وحط إيده في إيد عريسها. نانسي ظهرت في فيديو مع عريسها وجوز أمها علشان تبرر اللي عملته، قالت إنها عملت كده من فرحتها وجوز أمها بتعتبره زي أبوها بالظبط، قالت بحس معاه بالأبوة وهو اللي بيربيها وبيصرف عليها، خاصة بعد ما أبوها انفصل عن أمها وسابها هي وأخوها وراح يتجوز أكتر من مرة، وكمان إنه قدر يعوضها عن حنان الأب اللي افتقدته. شاركونا برأيكم وقولولنا هل نانسي عندها حق طالما إنه بقى في مكان أبوها، ولا المفروض عليها كانت تدرك إن في ناس بتشوفها ولازم تلتزم بالصح واللي ما يصحش والحرام والحلال.